طب مش دي هي القصه؟ بس القصه انك تنفذ ده. الحمد لله احنا اشتغلنا على الموضوع ده بكل قوه، وكان المردود بقى بان في مؤشر من المؤشرات الاجنبيه، في مؤشر اسمه مؤشر جاهزيه الحكومات للذكاء الاصطناعي، بتصدره مؤسستين من اكبر المؤسسات الدوليه، اوكسفورد انسايتس والمركز الكندي للابحاث. قال في التقرير دوت اللي اظهرته اوكسفورد انسايتس والمركز الكندي للابحاث ان مصر تقدمت 55 مركز في هذا المؤشر لعده اسباب في صفحه 83 من هذا التقرير. من اهم هذه الاسباب جامعه القاهره بكليه التي طورتها الى كليه للذكاء الايه؟ الاصطناعي. علاوه على التطور اللي حدث في الناحيه البحثيه في قطاع الهندسه والتكنولوجيا. جميل. يعني ده ما يخصش الكليه دي بس، ده بيخص قطاع الهندسه والتكنولوجيا في الجامعه كله. ده مؤشر اجنبي، انا كده ما احكمش على نفسي. في حاجه تانية على الارض، لان حضرتك بتسالني على الارض. في بدايه سنه 19 انا جلست مع مجموعه من الاساتذه من كليه العلوم، وكان منهم من الهندسه، قلت لهم دلوقتي انا ملاحظ ان احنا ملناش علاقه بالثوره الصناعيه الرابعه. وانا من ملاحظاتي تقصد ثوره النانو. ما انا حاططها في اطار الثوره الصناعيه الرابعه. وانا في اطار معلوماتي ان في دول متقدمه دلوقتي ما بتنتجش الاجهزه التقليديه، خلاص وديتها لدول تانية، ميد ان تشاينا، ميد ان برازيل، ميد ان كذا، لكن هي مركزه على حاجه تانية اللي هي التقنيات المتناهيه الصغر زي الياباني. فانا عايز اعمل كليه للنانو تكنولوجي. صح، مش ان انا اعمل مبنى يبقى انا كده عملت كليه، لا، ان انا لازم يبقى عندي لوائح اكاديميه واداريه وماليه وعندي معامل. مظبوط. وعندي اجهزه متقدمه. فاشتغلوا وعرضوا عليا اكتر من مره لحد ما وصلنا لصيغه لتاسيس اول كليه للنانو تكنولوجي. بكلفه احنا صرفنا عليها اكتر من 54 مليون. لحتى الان. حتى الان. عملنا 20 معمل. 20 معمل وعندنا حاسوب فائق السرعه. الحاسوب ده احنا طورناه، عملنا له ابديت وعملنا له البنيه التكنولوجيه اللازمه، وتقريبا حجم التكلفه دي وصلت ل 18 مليون. والحمد لله افتتحنا كليه النانو تكنولوجي من ايام بعد ما بدات الدراسه. يعني انا ما انتظرتش، انا الاول اشتغلت الكليه، خدت قرار الانشاء، وبعد كده خدت قرار بدء الدراسة، لأن دول قرارين منفصلين بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء، وبعدين قلت له ابتدوا الدراسة، أنا مش هفتتح دلوقتي عشان أطمن إن السيستم كله ماشي إيه. مظبوط. كويس. وافتتحناها من أيام. فدي في قلب جامعات الجيل الرابع، يعني كويس. إحنا بدأناه من فترة، سواء في النانو تكنولوجي أو في الذكاء الاصطناعي أو في طريقة الإدارة اللي هي بتعتمد على التخطيط المسبق واللامركزية وعلى التدخل عند وجود إيه؟ عقبات، لان انت لو عندك اصحاب مدير كل شويه فوق دماغك مش هتعرف تشتغل كويس.